السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي، قناة فاطمة هوم. وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتدخلوا لي زوينين، وانا دابا ماشيه معكم شويه شويه. دروك غنشارك معكم واحد الملاقيه، تيقول لها ملاقيه السنسول. انا دايره في واحد الجلابه وغنشاركها معكم ونوريكم. ها انتما هذه الجلابه، شتي ملاقيه ملاقيه، هذه جلابه مصايبها، ملاقيها كلها بهاد الملاقيه ديال السنسول، الكتاف كلشي، جلابه مخزانيه والهبطه حتى هي، الهبطه ديال نص السوق حتى هي هبطه معاها، شتيها كلها. ودروكا غنبدا معاكم، بسم الله شاركه معاكم. هانتوما كضربي في الثوب، هي شويه غتجيكم في الاول، غير كتبدايها كتديري صافي كتعلمي لها، هي شويه كتبان لك بحال صعيبه، ولكن ما صعيبهش، هي زوينه وسهله، هي ما صعيبهش، كتبان لك في الاول بحال هكاك صعيبه. انت كديري ملاقيتك عاديه وفيها واحد النقطه كتديرها بالحبكه، انت هكا دائما خيط دائره. انت ملي كتضربي هنا ما كتضربيش في الثوب، كترجعي الخيط دائره عندك وكتجمعي هادو، جمعي هادو بجوج هكا، وكتبعدي شويه الضربه. هذا ماشي بحال الملاقيه الاخرى كتقربي الضربات، وهذه كتجي شويه بعيده وكديري الخيط شويه. كاين اللي انا خادمه بالخيط على جوج وخادمه بالخيط على ثلاثه، وهي من الاحسن تخدمي الخيط على ثلاثه، كتجي باينه وزوينه. كضربي هنا، دخلي دائما الابره من وسط الخيط هكا، كتردي الخيط تاني هكا الفوق، كتهزي هاد العين هكا، وما كتضربيش في الثوب، كترجعي الخيط الفوق وكتحبكي هادي، كتحبكيها يعني كتعاودي تضربي في الثوب اللي كتهبطي مع الثوب. دائره دائما الخيط دائره، وطلعي الابره من وسط الخيط هكا، كتردي الخيط جهتك تاني وكتهزي هادي بحال هكا، بحال الضربه ديال الرانده، وما كتضربيش في الثوب، كتعاودي ترجعي لهادي تحبكيها، خيط من هكا دائره وكتحبكيها. اللي كطلعي تضربي في الثوب، ملي كتحبكي هادي اللي كتضربي في الثوب بحال هكا، خرجي لي برا من وسط الخيط، هزي هادي ديري دائره بحال هكا. ها لاحظوا، تبعوا معايا بمرحله بمرحله وغادي تجيكم ساهله. انت هكا، انا ما نزربش باش تفهموا مزيان، ما كتضربيش هنا، كتعاودي تحبكي هادي، تحبكي هادي عاد كتهبطي لهادي، تهزيها بحال هكا، شتي كترجعي الخيط تاني كتهزي هادي، كديرها من وسط هذا، كتحبكي ما والو، هادي كتحبكي هادي اللي كتضربي في الثوب. هانتي هانتي غير تبعي معايا، شتي كتخلي الخيط هكاك، ما كتعاوديش تقلبي، كتخليه هكاك وكتحبكي هادي. نعاود معاكم، اللي كتضربي هنا كتهزي هنا، تبعدي شويه ديما بعدي شويه هكا، كترجعي الخيط الفوق، هزي ديك الضربه ديال الرانده، وتعاودي ترجعي الخيط تاني الفوق وتحبكي، تحبكيها كل ضربه فيها، هانتي هاك تحبكيها. ملي كتهزي كتعاودي ترجعي الخيط تاني الفوق، كتهزي الخيط ضربي في الثوب بحال هكا. غنعاود معكم تاني باش تفهموا مزيان، هانتي تردي الخيط جهتك، هزي هادي وتخلي تاني جهتك الخيط، تحبكي هادي، وتخلي تاني الخيط جهتك وتضربي في الثوب،
الا كنتي طالع انت دابا. دابا حنا غنهبطو هنا، غنهبطو، غتردي الخيط هنا وتهزي هذه، تردي تاني الخيط الفوق وتحبكي هذه، حبكيها وتردي تاني الخيط الفوق وتضربي في الثوب. فهمتوا؟ دابا نعاود معاكم تاني. انت دروك حنا دابا ملي ضربنا لتحت غادي نردو الخيط جهتنا، من جهتنا الا كان ضربتي في الثوب لتحت، تحتيني من جهتك تردي الخيط، كتهزي هادي هادي، تردي الخيط تاني خليه في جهتك وتحبكي هادي. ديما الإبرة تطلع من وسط الخيط وتخلي تاني مازال جهتك وتضربي في الثوب هاك. دابا ملي كتضربي الفوق كتردي الخيط الفوق هاكا، كتهزي تاني هادي، كتردي تاني الفوق وكتهزي هادي، تحبكيها، تردي تاني الفوق وضربي في الثوب. دابا هادي السنسول، كيقول لها السنسول ديال الملاقيه السنسول. انا غنعاود معاكم تاني، هانتي غنعاود معاكم هادي بالبطء غتفهموا. هانتي دابا ضربتي في الثوب غتردي الخيط جهتك، ضربي هنا، تردي الخيط تاني مازال جهتك وتهزي هادو بجوجهم هكا، وتعاودي تضربي في الثوب تخلي الخيط مازال هكا وتعاودي تهزي هكا. ملي تردي ترجعي الخيط الفوق، تعاودي ترجعي الفوق، غادي تضربي هنا، تعاودي ترجعي الفوق وتهزي هادو بجوج وتضربي في الثوب. لا سمحوا لي درت الحبكة ما درتش ضربة الراندة، سمحوا لي. انتي تردي الخيط جهتك، ديري هكا، تردي الخيط، تحبكيها، تضربي هنا. حنت وحدة انتي دي وحدة ضربة الراندة وحدة ضرب حبكة. انتي ترجعي الفوق، هذه ضربة الراندة، تدخلي من هنا وتطلعي من وسط الخيط هكا، تخليه تاني مازال وتدخلي هنا وتطلعيه تاني من وسط الخيط هكا، وتخليه تاني الفوق وتضربي في الثوب، وتبعدي الضربات وما تشديش في الثوب بزاف باش ما يجوش. واخا شديتي غير شويه ما تخافيش تقولي غادي يتسليك ولا شي، غير شدي غير شويه راه كتشد في الصح. تنترديها انت دروك، انا غادي نمشي معاكم. ماشي معكم بشوي باش تفهموا مزيان، سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، بغيتكم باش تفهموا الدرس مزيان ديال الملاقية، حيت هي صعيبه صعيبه. لاش تقولي صعيبه، ولكن ملي تخدميها ما تجيك صعيبه، راه سهله سهله وكتجي زوينه. هذه كتجي في جلاله في القفيطنات وزوينه هذه. هانتي هكا ديما تردي، ملي تضربي هنا تردي الفوق وتهزي هادي ضربة الراند هاي، وملي تردي تاني الفوق ديري الحبكة، ديما الخيط
طلعي من وسط الإبرة وصافي تردي تاني الفوق وتضربي في الثوب، مرة هكا مرة هكا مرة هكا مرة هكا. الا كنتي طالعه بحال هكا تعقلي على كلهم كيفاش كضربيهم. انت دابا الا كان الثوب لتحت ردي الخيط جهتك، الا كان الضرب هنا تردي الخيط جهتك وتضربي ضربة الراندة، ترجعي تاني ديري الحبكة ترجعي تاني وتضربي في الثوب. ملي تضربي الفوق تاني كتردي الخيط الفوق، كديري ضربة الراندة الحبكة والخيط ديما هكا وتردي تاني فوق هكا. شتي ساهلة، تركزي معايا في الفيديو وغتفهميها، ساهلة وزوينة وديما تبعدي الضربة مع الضربة من هنا. وشكرا، كنشكركم على المشاهدة، وما تنسونيش بالاشتراك والجيم، وشكرا.